بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أعزائي طلاب المرحلة الابتدائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس الخط العربي، لنتعرف كيف نرسم بعض الحروف في خط الرقعة. أولا، حرف الهمزة. لكي نرسم حرف الهمزة، يجب علينا أن ننتبه جيدا إلى أن حرف الهمزة يجب أن يرسم بحجم أكبر إذا جاءت مفردة وحدها على السطر، هكذا مثلا كلمة صفراء، هذه الهمزة جاءت بشكل أكبر. أما إذا جاءت متوسطة مثلا في كلمة سأل فإنها تكون صغيرة الحجم، إذا كانت مفردة فتكون كبيرة الحجم، وإذا كانت متوسطة فإنها تكون صغيرة الحجم. ثانيا، حرف الباء وحرف التاء وحرف الثاء. يكتب كل منهم فوق السطر، وفي البدء يتقوس الجزء الأول جهة اليمين هكذا، ثم نمشي على السطر ونصعد إلى أعلى، ويتقوس الجزء الأخير هكذا ناحية اليمين أيضا. هذه هي الباء أو التاء أو الثاء، هكذا انظر، هذا الجزء تقوس ناحية اليمين، هذا الجزء، وهذا إلى أعلى وتقوس أيضا ناحية اليمين. ثالثا، حرف الكاف وحرف اللام. في خط الرقعة لا ينزل حرف الكاف واللام عن السطر في جميع حالات كتابتهما، هكذا الكاف، ثم نرسم بداخلها كافا صغيرة، بداخلها كافا صغيرة، هذه كاف صغيرة وليست همزة كما يعتقد البعض، هذه الكاف. اللام هكذا لا تنزل أيضا عن السطر في خط الرقعة، هذه هي الكاف. رابعا، حرف الهاء. لحرف الهاء أشكال عديدة، في أول الكلمة ترسم هكذا، الجزء الأول يتقوس هكذا، ثم نمشي بنفس المسافة التي تقابل هذا الجزء من أعلى، ثم نرجع هكذا، هذا في بداية السطر هكذا، وإذا كانت في وسط الكلمة فإن لها شكلين، هذا الشكل وهذا الشكل، هذا الشكل وهذا الشكل. حرف الميم تكون مطموسة في جميع حالات كتاباتها، أي مسدودة الرأس، هذه الميم. وإذا كانت في آخر الكلمة فإنها ترسم هكذا. حرف الياء. نحن نعلم أن الياء إذا كانت في أول الكلمة فإنها ترسم مثل الباء والتاء والثاء هكذا، تتقوس في البداية ناحية اليمين ثم على السطر. وإذا كانت في نهاية الكلمة فإنها ترسم هكذا. حرف الواو أيضا لا ينزل عن السطر، هكذا تكون الواو وتكون مطموسة الرأس، أي مسدودة الرأس.
هذه هي بعض الحروف التي يجب عليك عزيزي الطالب أن تنتبه جيدا حينما تكتبها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.